الدنيا دورت كل زارع يميني وعذر بدراج ضيعته يميني بدنيا ورد كل زارع يميني وعذر بدراج ضيعته يميني عليكم بالهوى عليكم بالهوى لحلف يميني ما احكي غيركم بعد الغياب علي 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 تبقوا اذكروا ايامنا الحلوه وتذكروا السهرات يا حلوه اللي قصرها بيلوي وبيموج عالقهار تبقوا اذكروا ايامنا الحلوه وتذكروا السهرات يا حلوة اللي قصرها بيلوي وبيموج عالقهار رح يتعبوا عيوني توقي على عيوني يا رموش ليلة صيف رح يتعبوا عيوني توقي على عيوني صباح الخير لكل المشاهدين الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد إن شاء الله يا رب يحمل هاليوم معه كل الخير وكل الحب وكل الصحة والأرزاق الكتيرة لكل العالم نهاركم حلو نهاركم مثل ما بدكم ومثل ما بتتمنوا وأحلى يا رب بدي صبح على نور يسعد صباحك يا نور يسعد صباحك ليا صباح الخير وصباح حلو لكل الناس اللي عم يتابعونا مثل ما قلتي إن شاء الله يا رب هنهار يحمل معه الخير والبركة لكل الناس إن شاء الله يا رب ما بقى يبقى وجع بقلوبكم إن شاء الله دائما الفرحة والابتسامة تكون مزروعة على وجوه كل الناس رحلتنا الصباحية بلشت لكن كالعادة بنبتديها بعد الفاصل ليا مثل هاليوم كثير من الاحداث تسجلت خلونا نتابعها سوا بالتقرير التالي. يوم 27 شباط شهد كثير من الاحداث، قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1897 بريطانيا بتعترف بما يسمى سلطة الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي وبعام 1933 تعرض مبنى الرايخستاغ للحريق وبمثل هاليوم من عام 1976 تم الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالصحراء الغربية واللي بتقول المغرب إنها أراضي تابعة إلى وبعام 2010 تم وقوع زلزال بتشيلي بقوة 8.8 على مقياس ريختر ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1691 إدوارد كيف طباع إنجليزي وهو أول من اقترح فكرة المجلة وبعام 1902 جون شتاينيك وهو أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالأدب بعام 1962
أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1936 إيفان بافلوف، طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل بالطب عام 1904. هي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بتاريخ 27 شباط. نهاركم سعيد. معلومات كتيرة يمكن منعرفها ويمكن ما منعرفها، خلينا نروح نتابعها بتقرير هل تعلم. هل تعلم أن الاهتمام بالأناقة والمظهر له تأثير قوي على تحسين المزاج طول ساعات اليوم؟ وهل تعلم أن هناك أشخاص لديهم حاسة سادسة وقدرة عالية على التخمين، وهذا يعود لمقدرة العقل على ربط الأحداث والنظرة المستقبلية الثاقبة؟ وهل تعلم أن بعض التصرفات التي يقوم بها فئة من الشخصيات بدافع الحب هي في الحقيقة تولد النفور، كالاهتمام الخانق، مراقبة التحركات، التدخل دون طلب، وكثرة العتاب؟ وهل تعلم أن ما يفسد سعادة الإنسان في الحياة هو أن يكون ضعيفاً من الداخل؟ أن تحزن بسرعة، أن تتغير نفسيتك من أي كلمة، وأن تتعلق بأي إنسان؟ هل تعلم أن الكلمات الجارحة سميت جارحة لأنها تسبب جروحاً حقيقية في الدماغ وتميت عدة خلايا أو تتلف عملها، مسببة نوعاً من العطب في التفكير؟ هل تعلم أن نومك بمزاج سيء يتعب جهازك العصبي ويؤدي إلى اكتئاب حاد في الصباح، قد ينسحب سلباً على تعاملك مع الآخرين في يومك؟ وأخيراً، هل تعلم أن إبقاء نفسك مشغولاً دائماً يتغلب على المشاعر السلبية فهو أفضل حل للمشاكل النفسية؟ متابعين أكيد، وأولى فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن الأسلوب الصحيح والكلام اللبق وفن الحديث وحسن الأدب والأسلوب الراقي والقدرة على الإقناع والإمتاع في آن واحد، من أكثر الأمور المؤثرة في علاقاتنا مع جميع الناس. رح نحكي أكثر شو هو أساس هيدا الفن وشو هي القواعد الأساسية وكيف فينا ندرب حالنا لنكون لبقين لحتى نحكي بأسلوب راقي ولحتى يكون عنا جاذبية بحديثنا، مع الأستاذة رودينا جحجاح اختصاص موارد بشرية. صباح الخير رودينا. يسعد صباحكم. صباح النور. بونجوركم. أهلا. صباحك. كثير منا يمكن بيمر بحياته اشخاص بتقولي هذا الشخص لبق، هذا الشخص مثلا حضوره حلو، حديثه حلو. دائما بنقول الكلمه الطيبه دائما بتزرع عند الناس شيء حلو مع ابتسامه. فينا نقول خلينا نحكي بالبدايه نعرف فن اللباقه، او فينا نقول فن اللباقه الاجتماعيه، كيف فينا نعرفه للناس اكثر؟ فن اللباقه الاجتماعيه هو بيتجسد من فن الكلام. صحيح. الكلام بحد ذاته، فن الكلام هو صناعه، فمهم كثير بالحياه، ولازم كل شخص مننا، نحن ما لازم يكون عندنا تخصصات لحتى كل واحد يتعلم فن الكلام، لازم كل واحد منا يتعلم فن الكلام لحتى يكون بمجتمعه رائد، لحتى يكون بمجتمعه مدرك وواعي لكل شيء اللي عم يحصل حواليه. فن الكلام فينا نقول انه هو او اللباقه، هي اللباقه اللفظيه بتنبع من اللباقه الاجتماعيه، انه هو الاسلوب الدقيق بين انك انت تتحدث بشكل دقيق ولبق ولطيف، وبتبعد عن الهمجيه والعشوائيه. وهي بتفرع منا عنا كثير، الى تفرعات كثير طبعا، هو عالم بحر، فهو عنا فن الحوار، فن النقاش، فن الاستماع، كثير الى تفرعات.
نعم، يعني كثير في من الاشخاص بتحبيهم ولكن عندهم اسلوب مثل ما بيقولوا اسلوبهم دج، ما كثير بيعرفوا يحكوا ولكن ممكن هنن كثير بيعنوا لك، هون هدول الاشخاص كيف فيهم يدربوا حالهم لحتى ممكن اذا بدهم يفوتوا لمجتمع لاشخاص غريبه ما تقدر تتقبل اسلوبهم الفج في التعامل؟ صحيح، وهذا للاسف انه نحن بنلاقيهم كثير حوالين الناس بيعنوا لنا وهن ناس كثير طيبين او بيقولوا لك انه انا حدا كثير صريح لا تزعلي مني، في اسلوب يعني هو في فرق نحن مشان نكون كمان يعني في فرق بين انا اكون صريح وبين كون انا اجرح. صحيح. دائما هو الكلمه الطيبه صدقه. صحيح. يعني تخيلي انه انت اذا كلمه حلوه فهي شو بتعمل؟ الكلمه هدت اوطان، الكلمه نور والكلمه قبور بنفس الوقت، يعني اذا كانت احيانا نور وقبور فهي نور بتنعش بتحيي انسان، وقبور هي ممكن تميت، يا ما هدت بيوت، يا ما بكلمه، يا ما بحديث، يا ما بمثال نحن بنطرحه بالبيت هدت بلاد هدت، فالكلمه او حتى مؤسسات، يعني نحن دائما ان بنقول لازم يتدرب الشخص حتى بالمجال المهني على الكلام، فبنرجع لكلامك ليا انه ليش لازم كيف الشخص بيتدرب؟ اول شيء دائما نحن قاعدتنا انه انا اريد، هو الشخص لازم يكون عنده هاي الإرادة إنه يدرب حاله. أعمدة فن الكلام هني أربعة، هدول الأساسيات. أول شغلة فن الكلام، أول شيء فيه عدم الكلام وهو الاستماع، بده يكون عنده حسن الاستماع، وفن الاستماع فن بحد ذاته، يعني بيجي نحن عنا استماع إيجابي واستماع سلبي، فأحيانا بتلاقي شخص ساكت فأنت ما بتعرفي شو هو الانطباع، ما شرط ان يكون هذا مستمع جيد، الاستماع الايجابي اللي هويني اللي بيخليني انتم حضراتكم هلا عم تحكوا، فانا بخليني اخذ وقت اني انا اخذ منكم خبرات، اخذ منكم معلومات واستفيد، اما الاستماع السلبي فهو انسان بيكون ما عنده ثقه بنفسه، فبتلاقيه دائما ساكت، خايف اذا حكى كلمه حدا او شارد، ببين بالعيون اذا حدا عم يحاكيكي وشارد. تمام، لانه انت اجيتي على نقطه مهمه وهي لغه الجسد اللي هي البودي لانجويج. اهم شيء هو فن الكلام من التواصل، يعني فانت اهم شيء لغه الجسد، انا مو شرط اني انطق بالكلمه، فانا كله بدي يكون عيوني معك، واهم شيء اذا نحن بنكون مجموعه فانا عيوني رح تكون معك ومعها، ما لازم انا بقول لك العين مغرفه الكلام، مغرفت يعني الكلام. تلاقي الواحد شارد ماسك الموبايل، انا بيستفزني هذا الموضوع، اذا كنت عم بحكي معك واحد شارد او ماسك الموبايل بده تعطي اهميه للشخص يعني الاخر لحديثه، انت عم تجي على المحور الاساسي وهو اهم شيء هو الاهتمام، انا لما احكي مع شخص فانا لازم احسسه بالاهتمام، حضرتك لازم تحسي انا عم بحكي معك باهميتك، لازم حضرتك تحسي انا عم بحكي معك باهميه الحوار نفسه، هذا مسؤوليتي انا. ثاني شيء من اعمده فن الكلام بيجي عندنا عدم المقاطعه، نحن كثير احيانا بيكون عم يحكي يا اما ما عجبك الحديث، او عندنا اشخاص انواع اشخاص هي اللي بتستلم، نحن بنسميهم بعلم الاداره هذا اللي بيستلم مثل كره السله اللي بيلعبوا اثنين مع بعض، فانه دائما عم يجيب الباسكت البول ويرجع يحطها بالسله، دائما هو لحاله عم يرجع ويجيبها، فهو دائما مستلم الحديث فدائما عم يقاطعك. اهم شيء انه عدم المقاطعه لحتى احس باريحيه انا، يعني انا ما تتشتت الافكار بالحديث يكون. ثالث شغله عندنا اختيار الالفاظ، المفروض يكون الانسان اجمل صفه بالانسان هي الدماثة، يعني الانسان الدمث الخلوق الطيب الجميل جميل الكلام، وهي نحن شو بنعاني منها احيانا بمجتمعنا او حتى بالبيت، فبتلاقي هي بتكون انه انا ضمن المعشر هني بسموها بالعلم دائره العشم، انه انا متعشمه فيكي، انت اختي، انت رفيقتي، انت ضمن الدائره اللي انا كثير انا وياكي صاحبه، فانا هي اللباقه وهي الكلمات الشكرا والاستسماح والاعتذار ما انا موجوده. نحن شو بنكون عم نبني؟ بنكون نحن يعني البيت هو خليه المجتمع، فبنكون نحن شو عملنا هون؟ فنحن بنكون اذينا المحيط، فانا اطفال الاطفال كيف بصير عندها بس تكبر شوي شوي فن الكلام؟ هو بتصير بثقافة تراكمية، هو مخزون، فأنا شوي شوي فهو عم يشوف بالبيت بيئته كيف عم تكون. هي القصة العشم اللي نحن أنه القريبين منا خصوصا إذا عنا كبار بالسن، هذا اللي بيحكي اللي بيحب مثلا الجد أو الجدة، الأب أو الأم حابين يحكوا كلام، فنحن شو بنعمل؟
أنا للمرة المليون لو حكت لي ماما أو تيتا أو جده نفس الحكاية القصة للمرة المليون بضحك لو مرة كثير حكيت وبصغي وبهتم. أهم شيء الاهتمام. في ناس لك حكيتي لي هي السيرة 7000 يعني أنه خلص إيه بطريقة معينة أنه خلص يعني بقى. وفي عنا كمان نحن المجاملة والنفاق. هي المجاملة لازم نعرف نحن أنه هي المجاملة هي ملاطفة، والنفاق هو أنك تصدر عكس ما بتبطن أنت. بتفرق كتير صحيح. يعني هي مثل ما تفضلتي حضرتك أنه بيناتهم. والشغلة الرابعة أنه هي أنه أنا تحقيق الهدف ولا تحقيق الذات، واللي هو بين الجدال والنقاش. الجدال والنقاش شو الفرق بيناتهم؟ يعني احنا بنقول تحقيق الذات بالجدال بيكون، يعني انا لما بجادل انا نحن لما بنتناقش بدنا نوصل لهدف معين صحيح. في حقيقه بدنا نوصلها، وهي يعني نحن دائما نقول النقاش هو تحقيق هو الحقيقه. اما الجدال فانا بدي احقق ذاتي، انا بدي اتصيدك، بدي ضل اقول انا بدي انا اطلع الصح، ما بقى همي الهدف. هاي الشجرة ما بقى نتفق نحن لازم نوصل انه الحقيقة انه لونها اخضر، لا انا بدي فرجيكي انا نفسي وابرز انا. فهدول لازم نبتعد عنهم. دربنا حالنا هيك كثير بنمشي، ما في حدا يقول انه لا ما بتمشي. يعني هاي القصص او في اعذار مثلا، انا صريح انا عفوي انا بتطلع مني الكلمة بدون ما افكر. طالما انت بين مجتمع فانت بدك تهذب حالك، ما بيصير تقول انه هلا حتى بالمؤسسات اوكي هلا حضراتكم انتم طبيعيين وعفويين بس في اطر وفي ضوابط صحيح. ما بيصير انا عم مثل مؤسسه، او انا حتى بيكون احيانا بزنس بالعمل، انا بيكون احيانا مندوب مبيعات، شو اللي بيخليه بينجح بعمله اذا كان ضارع؟ هو اسلوبه وكلامه الجاذب. ولكن ردينا خلينا نرجع الى البيت اللي هي اساس كل شيء. نحن كيف فينا نعلم اولادنا انه هنن يحكوا بشكل لبق، وخاصه هلا في جيل ما كثير بيسمع كلام امه وابوه بمرحله من المراحل، ولكن في تاسيسات هي اوكي بتضل مزروعه وبتضل بجوات نفس البني ادم. خلينا نحكي كيف فينا نربي اطفالنا على الاصغاء، على حسن الكلام وعلى الادب والتعامل اللبق مع الكبار. نحن حكينا انه هن بيقلدوا وبالبيت لازم يكون البيت الاب والام مرآة. ما عم نحكي مثاليه بس لازم ينتشر مثل برا. انا ما بتجزأ يعني برا انت ما بتجامليني وبتكوني لطيفه ولا شيء بالحياه، الاخلاق ما بتتجزأ ابدا. ما بيصير يكون انا لطيف برا وبالبيت بتلاقي مثلا الرجل او المراه، ما بدنا دائما نحط على الرجل، يعني بيكون برا بيعمل لطيف كثير بتكون لطيف كثير، بيجوا على البيت ما في تواصل، ما بيحكوا مع بعض. الاطفال عم يشوفوا، خصوصا احيانا في طفل بضل طفل مثلا بدي فرجيكي انا عامل لوحه، بده يجي لعند ابو امه انه اليوم انا رسمت لوحه. هذا العدم الاهتمام مشغولين كثير. انا بدي اعمل لهم بيئه اهتمام صحيه، لازم الولد يحس باهتمام، ولازم الاسلوب عندي انا يتغير، طريقه تعاملي في من احدى القصص والامثله اللي نحن نقولها. فنحن في طفل عمره 4 سنين بيشخبط دائما على الحيطان، اجى والده فقال له انه لا يعني انت عم تنزع الحيط وهذا غباء منك وانت شخص انت كذا انت كذا. للولد ثاني يوم رجع لقاه عم يشخبط على الحيط، قام اجى قال له انت نفس الكلام، ما تنبيه دائما هذا، انت شخص دائما بيحفظ الكلمات البشعه والسلوك بتترسخ بعقله طبعا تكبر. بس شوفي نحن شو لازم اهم دائما حتى نحن مع الكبار، ركز على السلوك وليس على الشخص. هدفي معك بالسلوك وليس بشخصك صحيح. انقض الفعل وليس الفاعل. فاجى ثاني يوم استشار هو فانه غير اسلوبه، فاجى قال له انه انت كل يوم بترسم بابا، انت هو عمره 4 سنين يعني الطفل بتقدر تحاولي معه، انت كل يوم بترسم وماما بتمسح الحيط بترجع بتنظفه، فرسمك بيروح، شو رايك نرسمه على ورق ويضل بعدين بيضل لبكره ذكرى وبتضل منك شيء جميل وحلو وعلى الورق بيترسخ ونضل بنحتفظ فيه لنكبر وبنفرجيه بكره لاولادنا. ثاني يوم الولد ما اجى لا ما له مشخبط على الحيطان. كثير مهمه يعني قلتي جمله يمكن لها وقع كثير كبير، انت بتنقضي الفعل ما بتنقضي الفاعل. المشكله هي اسقاط الفعل على الشخصي، يعني انا لما اقول لك اسلوبك معي غير صح دائما بيعتبر الموضوع شخصي. هون كيف فيني اضبطها؟ يعني حتى بخلال بالبيت مثلا ضبط المشاعر ضبط النفس، احيانا بتعصبي عندك اسلوب للتعبير مو صح تجاه شخص بتحبيه، ممكن تطلع منك كلمه منا لبقى كلمه جارحه، مع انه ممكن يكون اعز شخص على قلبك. فهي
مو انا معناتها ما بحبك، انا معناتها في عندي اسلوب مش صح، كيف فيني هزبه؟ ايه بس انا بدي هلا يكون عندي فن بالاسلوب، يعني انا كيف فيني اقول لحضرتك يعني هلا انا اقول لحضرتك انه انا هذا الفعل ما عجبني، لازم تكوني انت يعني انا وياكي متفقين على قاعده نطلع منها. يعني هلا انا حكيت حديث وانت حكيت حديث، حتى بالبيت نحن وقت بيكون ما نتصيد اخطاء بعض، بدور انا وانت على قاعده مشتركه، على شيء اتفقنا عليه لارجع احكي من جديد. مثلا بقول لك انت بلش بالايجاب، بقول لك انت حكيتي كذا ونحن متفقين على هاي الناحيه، بس في شيء بهذا الفعل الثاني كذا كذا بتمنى يكون غير هيك. نحن اكيد وقت بنكون ضمن اسره، وبرجع بقول نحن ما عم نحكي بمثاليات، لازم نكون هيك طبعا، ولازم ننشر الاستسماح بالبيت. كثير حلو انا لما بيكون الزوج ولا الزوجه ولا الاخ ولا الاخت ولا اي حدا، لو سمحت لو سمحتي ممكن كاس مي، لو سمحتي شكرا اسف. الولد بيطلع ستي، هلا تشوفي اطفال انت لحالك بتقولي شو بتقولي، بتقولي الطفل لطيف كثير، مين ابوه وامه، البيئه اللي عايش فيها، هي الاشياء مكتسبه كلها، فهي بتنمي مهارات بتنمي الطفل. ونحن لازم ننتبه انه المرء مخبوء تحت لسانه. يعني هلا بتقول لك العالم عم تمر بظروف قاسيه، بس تلاقيها بتتفشش ببعضها، يعني اخلاقها بتقول لك براس مناخيرها، يعني هلا كله ما حدا ناطر بيقول لك ايه، بس انت لازم تقول زين الكلمه على حالك قديش بتقبلها وقولها للاخر، وبتقبل اذا بتقبل على حالك بتطلع منها. بعدين انت مكون، يعني انت بحد ذاتك كشخص انت مكون، فانا يعني انا بقول المرء مخبوء تحت لسانه مقوله، فانت بتبين يعني انا هلا شفتك بس انا ما بعرف شو جوا. كثير ناس بتفوت بتلاقيها كثير لطيفه وظريفه وحلوه وكذا، بس بتقول يا ريت ما حكيت احيانا. هذا لازم نعود، اذا نحن الخير حلو والفرح حلو والمحبه حلوه، وكل الديانات السماويه نادت للخير. يعني كان دائما كان سيدنا عيسى عليه السلام يمشي مع الحواريين، كان شافوا كلب، فالكلب كان اسود ميت منفوخ، فرفاقه شو صار يقولوا له منفوخ اسود ليك ببني، قال لهم لكن اسنانه بيضاء. يعني خلينا دائما نشوف الاسنان البيضاء. وانك بالاديان السماويه وانك لعلى خلق حسن، ما في احلى من الاخلاق الحلوه، هي بتبني اوطان. نعم ردينا، نحن يعني مثل ما ذكرنا من شوي كلنا عم نمرق بظروف صعبه، ولكن نحن يعني لازم نتعاطى مع مجتمع بأشكال وألوان، وخاصة ضمن سوق العمل ضمن المؤسسات العمل. نحن اليوم كيف فينا نضبط مزاجيتنا، كيف فينا نضبط أنه يعني نكون بعيدين أكثر عن دج الكلام لحتى يمكن يمشي العمل لمصلحة العمل تم على أكمل وجه؟ لأنه إذا بدنا نضل نحن ننقد بعض، بدنا نضل نتخانق مع بعض، رح يفشل أي صحيح مؤسسة صحيح. أو إذا في كتير براغي، في كتير بيحبوا الفاينة لبعض، هون رح تفشل المؤسسة قولا واحدا. فنحن كيف فينا نكون ما بدنا ننسى انه نحن عم نمرق بظروف، كل حدا عنده مثل ما ذكرنا من شوي حالة يعني يرسى لها من الظروف الصعبة. هلا نحن بدنا نقول خصوصا سوريا للأسف عم تمر بأزمة، ان شاء الله يا رب بتمرق على خير ان شاء الله، وان شاء الله السلام لكل الناس. بدنا نكون نعمل هلا الوضع الاقتصادي كثير مشكله، عمل ضغط على الناس كثير كثير، بدنا نساعد بعضنا وخصوصا بيئه العمل. هلا بدي امن انا اكون مؤمنه بهذه المؤسسه اللي انا فيها، اهم شيء انا كشخص انا موجود فيها اؤمن انه هي المؤسسه لازم تنجح، ونحن كافراد لازم نكون عم متعايشين مع بعض، ومساحتي تنتهي عند مساحة الآخرين. لازم أعمل دائرة بعلم الإدارة لينجح العمل 100%. كانوا يشبهوا أنه لعبة التنس، إذا أنت بتتقني لعبة التنس، شوفي لعبة التنس واحد هون واحد هون وفي مساحة، أنا إلي خصوصيتي وإنت إلك خصوصيتك، إن بترمي برمي في عدل، أنا باخذ وقتي بالكلام ووقتي بالعمل وإنت بتاخذ وقتك، ما حدا بيجي على الثاني. أسقطوا كمان على لعبة كرة القدم، كانت جماعية كلهم لهدف واحد، كانوا كلهم يتحلوا بأخلاق حلوة لحتى يكونوا لهدف واحد كلياتهم متفقين مع بعض. فنحن ضمن العمل لازم ندرب بعضنا الحب ثم الحب ثم الحب والاحترام والتركيز على العمل وليس الشخصني، البعد عن الشخصني. تفضلت نور انه الشخصني كثير نحن مشكلة، انه انا يعني انا اليوم بقول لك من باب محبه انه انت لو عملتي هيك بيطلع اجمل. طيب انا ليش لهال، فهو بده يكون رواسب جوا، ليش لا تفكري انه شيء
مشخصا يعني على صحيح. انه انا في بيني وبينك، لازم نبتعد عن انا انت زميل عمل. نحن انا رحت من على بيتي اغلق مالنا، نحن مالك من يعني مالك من باقي الدائره الضيقه تبعي. فانا علي اللي كنا قايلين العشم اللي انا قلت دائما حتى هي لازم تكون اكثر تهذيبا، لازم تكون كلها على خلق طيب لحتى هي تكبر، لانه هي الدائره. انا ما اتجزأ مثل ما اكون بالبيت بالاداره هلا وقت بالماركتينج وقت عم يدربوا اشخاص ومندوبين، ما بيقولوا لهم ان اذا اجى العميل بيقول له اذا كنت بالبيت وابنك معك وقت بيقعدوا بيعملوا لهم تريننج، فبيقول له اذا كان ابنك معك انت شو بتعمل؟ اسقطه على البيت. اثبتت لا تتجزأ، يعني انت كما انت في البيت فانت بالإدارة. فبالمؤسسات نحن لازم نساعد بعض، نحب بعض، الكلام اللطيف، الكلام الحلو، الأسلوب بين بعضنا، والاحترام أساس كل شيء. ودائما بنقول نحن لازم نكون قاعد مظلة صف. هلأ شوف، في أساس كل شيء صفاء النية. يعني أنا بدي يكون صافي. نحن وقت قلنا أنه الفرق بين النفاق والمجاملة أنه أنت من جوا تكون نية سليمة، أنت بتنطق يعني بينطق لسانك ما في القلب. ودائما دائما أنا حتى مع زميلتي بالعمل أهتم بداخلها مو بكلامها بس، يعني أنا حسسها. نحن إذا بتعرف يعني كلياتنا بنرجع الوجع عنا عم يكون بقلة الاهتمام او بعدم الاهتمام، ان كان من زوج، من اب، من اخ، من رفيق. مناجات مع النفس يعني بتصير. هلا يمكن ما كلنا بنصرح، بس الانسان اللي واثق واللي صادق مع ذاته بيحكي. فانت تكوني يعني صادقه من جوا، تكون نيتك سليمه صافيه، محبه للاخر، وبتحترمي الثاني، ودائما نركز على الفعل وليس الفاعل. طيب بالختام ست رودينا، خلينا نعطي بعض النصائح لكثير من الناس يمكن عم يتابعونا عم يقولوا انه انا ما عم اقدر اتحكم بمزاجيتي، انا ما عم اقدر فعلا اضبط الفاظي، انا هيك عندي طريقه تعبير، ويمكن كمان رواسب مثل ما قلنا المحيط، يمكن هو اساسا ربيان بهيك عائله. بعض القواعد فيني انا فعلا من خلالها اقدر اغير هذا الشيء على الصعيد الشخصي وان كان المهني. يعني هو نحن بنرجع بنقول انه هي ثقافه تراكميه، فنحن لكل الناس انه نحن التطور حلو، انك انت تكون صناعه الانسان من اهم من اهم من اهم بناء الاوطان، يعني من اهم اعمده الأعمدة لبناء وطن. فأنا لما بدي ابني ذاتي فأنا بشتغل عليها. أهم شيء إلنا أنه أنت تدرب على حالك فن الاستماع. هلا شوفي بيعملوا ناس كتير جربها بتمشي، أحيانا أنت بتستفزيني أو بتضايقيني، فهي حتى في شيء أني أنا أرجع شوي لورا أعمل مساحة بيني وبينك، في شيء ضوابط تدريب، اهدى شوي، هو في شيء تعميل براكتيكالز عملي، انه انا لساني اطبقه بسقف حلقي. جربوه اكثر مره فانت بتعمل ضبط نفس اذا انت استفزتيني. الايجاب والسلب اثنين. هلا لما بتكوني معصبه وانا هاديه، انا الايجاب وانت السلبيه، فانا لازم احتضنك، لازم اكون هادي. اما اذا اثنيناتنا بدنا يعلى صوتنا، اثنيناتنا بدنا نخانق، اثنيناتنا بدنا نجادل، بدنا نخرب، وبالنهاية أي نتيجة رح تعود علينا نحن كأشخاص. يعني أنا ببيتي مع أولادي، مع زوجي، مع عائلتي، فأنا بدي أعيش بسلام، بس هي بتنبع منك أنت. يعني ما معقول نكون كلياتنا أشخاص ما لنا مدركين شو عم يصير. فهي التدرب، هي ضبط النفس، فن الاستماع، حسن الحوار، حسن النقاش، كلها. واهم شيء يكون بالنقاش انت وصديقتك، قرايبتك، اي حدا عم تتناقشي معه لحالكم، مو قدام العالم او قدام المجتمع، لانه هي هذا الشيء اسمه خصوصيه بينك. وهي نحن اللي قلنا عليها بالتنس، انه انا دائما حافظ على الخصوصيه تماما، ودائما مثل ما تفضلتي ليا انه بتصير حميميه اكثر. يعني انا لما بيني وبينك انا ما عم بحكي قدام نور لاتصيد لك، يعني انا ما اتصيد لك اخطائك. صح. عرفتي كيف؟ فبهي القصص بالتدريب، بضبط النفس، باللباقه، باللطافه، وبالعمل، وبالحب،
تبنى الاوطان وبالنيه الصافيه اكيد يعني بالنية. وكلنا هلا بحاجه لبعض انه نكون حد بعض، ظروفنا كلها كثير صعبه علينا والاهتمام ولازم يكون يعني بقول للزوج معلش لو انت تعبان لو ظروفك برا كلمه حلوه لزوجتك بالبيت. الزوجه الاحتواء هذا كثير حلو لانه هو كثير عم يتعب برا. الاطفال بدهم احتضان بيئه سليمه وبيئه صحيه، ما ذنبهم بيشيل عما يصير، ما بيصير يكون طفل ببيئه وطفل ثاني ببيئه ثانيه عايش. هدول هن بنات المجتمع يعني لازم نحتضنهم اكيد. لكن بدنا نشكرك كثير الاستاذه رودينا جحجاح مدربه الموارد البشريه، بدنا نشكرك على كل الكلام الحلو اللي قدمتي لنا اياه، وبنتمنى انه مجتمعنا دائما يكون صاحب رقي باشخاصه ان كان بالكلام وان كان بالمعامله الحلوه. شكرا كثير لك وحلو وصباحك حلو. شكرا كثير لكم، انا بتشكر وجودكم اللبق اللطيف على الجد. نحن بنشكرك. الموضوع بدي حبيبتي وبدي اقول صباح الخير للجيش العربي السوري أكيد. وتحية حب كمان للجيش الأبيض بكل كوادره الطبية كلها. الله يحميهم. الله يحميهم يا رب. لأنهم بهالوقت هذا كانوا ألبق شيء وأكثر حدا نحن احتجناه يعني. أكيد أكيد بنوجه لهم تحية كثير كبيرة. بنتشكرك على وجودك معنا. وبالختام مثل ما قلتي كلمة طيبة صدقة، عاملوا الناس بمحبة ترجع عليكم. شكرا وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أكيد شكرا كثير لك. أما هلا مشاهدينا ننتقل لمادتنا التالية. يعد دير مرموسة من أقدم وأشهر الأديرة في العالم، حكاية تاريخية خلونا نتابعها بالتقرير التالي. على إحدى الهضاب شرق مدينة النبك وفي مشهد يدعو الناظر إلى التأمل والتفكر كناسك متعبد بعيدا عن الضوضاء يتوضع دير مرموسة الحبشي. الدير الذي يبعد نحو 15 كيلومترا عن النبك وعلى ارتفاع 1320 مترا عن سطح البحر يعود تاريخ بنائه للقرن الثاني الميلادي. كان برجا أنشأه الرومان لمراقبة الطريق الواصل بين دمشق وتدمر وتحول إلى دير للرهبان قبل نحو 1500 عام أي في القرن السادس الميلادي، بينما بنيت كنيسة الدير في القرن الحادي عشر الميلادي على نمط البازيلك الذي كان شائعا في تلك الفترة. تعود تسمية الدير إلى القديس موسى الذي ترك الحبشة وهاجر إلى سوريا، عاش أولا في دير مار يعقوب التاريخي الشهير بالقرب من بلدة قارة شمالي مدينة النبك، ثم أتى وادي الدير وأقام في إحدى المغر متنسكا حيث يقوم اليوم دير مرموسة. يتميز الدير بموقعه المهيب المشرف على واد سحيق وفيه كهوف وآثار. هو واحد من الأديرة التاريخية المشهورة في العالم، يتميز بمقام القديس جارجوريوس كما يشتهر بأيقوناته البيزنطية التي ترقى إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، وكذلك برسوماته الجدارية الفريسك المنتشرة في كنيسته والمرسومة بثلاث طبقات لكل منها أسلوبه الخاص. فالطبقة الأولى تعود إلى الأعوام 1058 و1095 والطبقة الثانية من نهاية القرن الحادي عشر، أما الطبقة الثالثة فترقى إلى بدايات القرن الثالث عشر. رمم الدير مرات عديدة بدءا من منتصف ثمانينيات القرن الماضي وهو مجهز بالمياه والسخانات الشمسية ومنشآت مفتوحة للزوار مجانا، ليبقى هذا المكان دير مرموسة الحبشي مقصدا للصلاة وإشراقا على التاريخ. نور بتتذكري وقت هديتيني عيد ميلادي صوره كنت متصوره بالدير اللي شفناه من شوي؟ يمكن اجمل الاديره وله يمكن هيك والاصلاله كثير حلوه والمكان كثير حلو، تصورت مره فيه وانت هديتيني
صوره كبيره على عيد ميلاد. ميرسي على الهواء. متابعينا اكيد بصباحنا لليوم، دائما الاهل بيتجهوا انهم يجيبوا العاب للاولاد لحتى يلتهوا فيها، ممكن تكون العاب هي غاليه لحتى يرضوا حالهم قبل ما يرضوا اولادهم، ولكن احنا ما بنعرف انه انتم الاب والام انتم احلى لعبه اللي بتعطوها للاولاد، ما قصدنا لعبه هي كلعبه، ولكن انتم بتعطوه كثير من الحب، كثير من الحنان، بتنموا عنده سلوكات عديده. خلينا نتعرف بالتقرير التالي ونرجع نحكي بموضوعنا يلي بهم كثير مننا مع ضيفتنا المميزه. اللعب أمر طبيعي في حياة الطفل وحاجة أساسية لنموه وتطوره، وخاصة خلال المراحل العمرية الأولى، إلا أن الموضوع لا يقتصر على شراء كمية كبيرة من الألعاب الثمينة والحديثة التي تنمي مدارك الطفل وتوسع أفقه، مع عدم الاكتراث بتمضية بعض الوقت معه أثناء فترة لعبه والاعتقاد بأن دور الأهل قد انتهى عند تأمين الألعاب، حيث يعتبر لعب الأهل مع أطفالهم بمثابة فرصة عظيمة يمكن استغلالها لتربية وتنمية شخصيات الأبناء. فعن طريق اللعب يمكن للأهل زرع القيم والأخلاق الحميدة، كما يعتبر أداة لمعرفة مخاوف الطفل ومشاعره، فعندما يجسد شخصية معينة في لعبة ما فإنه بذلك يخرج كل التجارب والخبرات في المدرسة مع العائلة وأيضا الأصدقاء. كما أن فائدة اللعب تكمن في نوعية الوقت الذي يقضيه الأبوان مع طفلهما، فلا بد من مشاركة الطفل في اللعب بحماس وحيوية حتى لو لفترة زمنية قصيرة، عوضا عن قضاء وقت أطول في اللعب الذي لا يكون فيه ذهن الوالدين صافيا أو يكونا منشغلين بواجبات أخرى. يمكن عم نتابع كنا خلال التقرير قديش فعلا اللعب بيأثر ايجابيا على نمو الاطفال بمراحل عمريه معينه، يمكن اول 3-4 سنين هي سنوات اللي بتاسس شخصيه الطفل. كثير من الدراسات اثبتت انه اللعب ممكن يكون له اثر كثير كبير بحياه الطفل في مراحل قادمه من العمر. لنحكي عن هالموضوع اكثر معنا الاخصائيه التربويه السيده رولا بريمو. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. بونجور. بونجور. يعني بالبدايه كنا عم نقول انه دائما الاهل بيروحوا بينقوا اغلى لعبه ليجيبوها لاولادهم، وهن ما بيعرفوا انه اغلى لعبه انك انت تلعب مع طفلك. صحيح. اليوم خلينا نحكي قديش مهم انه نعطي وقت لاطفالنا، قديش الوقت لازم يكون وباي عمر لازم نحن نعطيهم هذا الوقت. تمام. هلا بالحقيقه التقرير كثير مهم واضاء كثير على نقط مهمه بالنسبه للتربيه. هلا نحن يعني الشائع عنا انه اطعام الطفل وحمامه وهدول الشغلات هي التربيه، بالحقيقه هذا شق صغير من التربيه اللي صحيح. هو الاهتمام بالطفل، اما التربيه الحقيقيه فهي اللعب مع الطفل. واللعب مثل ما قلتي حضرتك الاهل بيفكروا انه اللعبه الغاليه هي المهمه، لا، اللعبه اللي نحن اي شيء بنساويه بس بنلعب فيه مع الطفل. يعني الاهميه انه نحن نكون عم نلعب باللعب
اللعبة مع الطفل. فبالمراحل المبكرة الألعاب يلي بتعطي صوت، بتجذب الولد، بتعلمه يميز يندار، بتنمي حواسه. أهم شيء باختيار اللعبة إنه نحن نكون عم نختار الفئة العمرية المناسبة، يعني ما نجيب لعبة لأكبر من عمر الطفل وبعدين هو يحس بعجز قدامه إنه هو ما عم يلعب فيها. فالأهم هو إنه نحن نكون عم نلعب مع الطفل ونكون أحسننا اختيار اللعبة. طيب خلينا نحكي، يمكن مثل ما قلتي نقطة كتير مهمة، مفهوم التربية مختلف تمام. يعني دائما مثل ما قلتي بتلاقي الاب انه انا بدي امن الاكل والشرب تمام. هي ما عم نقول ساعات طويله تقضيها على الطفل، يمكن ساعه كافيه باليوم تقضيها صحيح. وقت مع طفلك هي بتغنيه على النهار كله. خلينا نحكي عن المراحل العمريه المهمه، يعني بعتقد يمكن اول السنوات هي اهم شيء لانا اقضي وقت كثير، لانه هي بتاسس بالاخير صحيح. الطفل هو سفنجه، يعني قد ما حاولتي بده يمتص كل الاثار الايجابيه والسلبيه من محيطه تمام. من عائلته تمام. هلا الطفل باول 7 سنين من عمره بتتكون 90% من شخصيته صحيح. يعني بالحقيقة كل شيء بعدها بيكون هو إضافات. فنحن كل المهارات وكل الخبرات وكل القيم المهمة اللي بدنا نزرعها بطفلنا بدنا نزرعها بأول 7 سنين من عمره. هلأ الفترة اللي بدنا نقضيها مع الطفل بدها تكون كتير مدروسة، يعني بدنا نكون نحن فعلا عم نقضي وقت. الشائع عنا أنه الأب هو اللي بيأمن الناحية المادية، هلأ صاروا الأب والأم طبعا صحيح. والأم هي الناحية العاطفية فيها. لا بالحقيقة التربية الحقيقية هي الوقت اللي بقضيه مع ابني وبلعب فيه بكتير أنواع من الألعاب، يعني أهم الألعاب هي الألعاب البسيطة، يعني أبداً ما الألعاب الغالية. ففي قيم مثلاً، في أفكار، في كتير شغلات حتى نحن بدنا نعرف عن الطفل فينا نلعب معه لعبة يحكي هو، يعني هو يعبر ويقول وشو اللي زعجه وشو اللي مضايقه بطريقة غير مباشرة. فنحن عم نأسس مستقبلاً لحوار، يعني أنا كأب إذا بدي بنتي بال 12 سنة تجي تقلي إنه بابا أنا عم بتعرض لموقف، أنا بدي أسس لهذا الحوار من الطفولة، ما بدي أعمل حاجز بيني وبين ابني، يعني هي أهم فكرة صحيح. بس بحب شير هون إنه نحن صار عنا لغط شوي إنه إذا أنا لعبت مع ابني فأنا بدي أرفع حواجز الاحترام بيني وبينه، فهي النقطة كتير غلط. التربية الاحترام للي كبير لازم يكون موجود، فيني أنا ألعب بدون ما يكون في ألفاظ وبدون ما يكون في تعدي على شخصية الأب من قبل الابن صحيح. سترولا لفتني مبارح يمكن بوقت عم نشوف الموضوع بالإعداد، دائما الصور المسوق يعني اللي بتتسوق هي صورة الأب عم يلعب مع الأولاد، صورة الأم هي شوي بتكون غايبة عن صحيح الأطفال. خلينا نحكي الشرير الصارمة بالبيت يعني يمكن هي بتحط قواعد والأب بيلغيها ولكن يمكن هي يمكن بتهتم بأنه تنظف له ثيابه، ترتب له أغراضه، تعطيه دروسه صح، تقدم له الواجبات والحقوق يمكن تمام. صح، ولكن الالعاب الفوضويه وهي اللي بتفرغ والفرح واللي بتفرغ طاقات للاولاد دائما عم نشوفها بصوره الأب. خلينا نحكي عن السبب. هلا نحن في عنا خطا شائع وانا كثير بحكي في هذا الخطا انه واحد بيشد وواحد بيرخي، يعني بمعنى انه الام هي المسؤوله على حط القوانين مثل ما حضرتك قلتي والاب على خرق هالقوانين صحيح. هلا هذا أسوأ مبدا بالتربيه، لازم لانه الولد بيصير بيستغل أبوه بأنه هو بيكسر له القانون اللي حطته الأم، فبتتحول الأم للشرطي تبع البيت والأب لهو الصدر الحنون. هلأ هذا المبدأ كتير غلط، نحن ببيتنا لازم يكون في قوانين كلياتنا منطبقة من الأب للأم للأطفال صحيح. يعني أنا وقت بدي أعلم ابني شغلات بدي أنا أطبقها. يعني بكل صراحة نحن شعب من ربي بالكلام صحيح. يعني نحن ما منطبق للأسف. أبدا شيء اللي بنحكي، يعني الطفل يلي شايف أبوه فتح شباك السيارة وزت المحرم من السيارة ما رح يتعلم النظافة. فنحن بدنا نطبق هدول القوانين. بالنسبة للأم نحن كتير بياخد من حي يعني من اهتمامنا موضوع الاهتمام، يعني الحمام
والأكل والبيت لنظيف. هلا أنا ما كتير بدي روح لموضوع إنه مو ضروري يكون بيتك نظيف بس مو ضروري يكون بيتك مرتب. البيت اللي فيه أطفال دائما هو فيه فوضى. صحيح. وهي الفوضى هي اللي بتعطي فرح. تعطي سعادة. تعطي سعادة. الولد إذا ما كان ببيته قدران يعمل وينط هو وأهله فهو ما رح يلاقي هالشي برات البيت. فملاحظة حضرتك مزبوطة. لا نحن كلنا بدنا نلعب وكلنا بدنا نشترك سوا باللعب. طيب خلينا نعطي بعض هيك النصائح أو القواعد لكل الأهالي يمكن اللي عندهم بيبيات جداد. يعني أنا بنتي عمرها مثلا سنتين. قديش فعليا فيني تسلمي قديش فيني فعلا مثلا أنا بقضي لعب بس قديش فيني فعلا نمي هدول القصص من خلال التربية. نحن وعينا مثلا تلاقي الأم بتحكي لك قصة ومن خلالها عم تعلمك انه ما تكبي الوسخ على الارض. كان في طريقه مباشره مثل ما قلنا. هلا لا استخدام للخيال اكثر. لا هلا لا هي ممارسه. هي ممارسه. هلا بتلاقي الطفل اوعى بتلاقي بعمر السنتين مثل ولد عمره 5 سنين ما عاد فيكي تضحكي عليه ببعض التفاصيل. قديش فيني انا فعلا استغل هي النقطه بالطفل نمي فعلا عنده المعرفه جميع الحواس بطريقه كثير سليمه وصحيحه. هلا بكل شغله فيني شارك ابني فيها بكون انا عم وسع مداركه. وكين هلا مثلا اذا انا عم بمسح الغبره يعني بعطي ابني شقفه نظيفه وبخاخ مي وبخليه هو يساعدني. هلا هو اكيد ما راح يعرف يشتغل بس مع الايام عن جد بيقدر بعدين يشتغل بيصير جزء من مسؤوليته سواء صبي او بنت. يعني في معرفه الواحد بيتعلم فيها بدون ما يكون في مباشره مثل ما حضرتك قلتي. يعني اي ام عندها طفل بتعرف انه اغراض المطبخ كل يوم بدها تنزل على الارض وبدها ترجع للخزانه. هي احلى لعبه بس هي شغله مهمه جدا. يعني تطبيق حتى العلب معك بيفوت معك على المطبخ بيشتغل معك شغله مهمه. يعني في ملاحظات هلا وقت كنت درس مثلا بصف الثامن التغيرات الفيزيائيه والكيميائيه اكبر معضله بالنسبه للطلاب كثير صعب يقدروا يدركوها بدكم تشوفوها على الواقع. بس وقت اللي بتعيشيها بالحياه انه مثلا حطينا البيضه بالفريزر جمدت بس رجعت دابت بينما وقت سلقناها ما بقدرت ترجع مثل ما كانت. فصار هو عنده استيعاب لشغلات وملاحظات بعد شوي بتأسس لعلم علم بس جزء من حياته. يعني المعرفة هي للتطبيق الحياة العملية. هي المعرفة مو بس لنحمل نحن الشهادة. ففعلا التعلم عن طريق اللعب هو أكثر شيء أثبت نتائج مهمة. صحيح. فبالنسبة لبنت حضرتك كتير في شغلات بالبيت هي بتلعب بتلم الألعاب بتحطهم بالسلة وبتقولي برافو بعدين بتزتهم إنه هي اشتغلت. تمام. هي بس هي عم تنمي هالقصص. يعني أنا بقول لها إنه هي عم تلعب بس هي بفكرة كيف بتشوف أمها عم تشتغل بدها تقلتها لأنه الطفل بيقلت سلوكيات الآخر المحيط. أكيد أكيد. فأنا وقت برجع بضب الأغراض هي رح تضب. وقت اللي أنا بخصص وقت إنه هلا لا في لعبة نحن بدنا نسويها بدنا نعمل معجون مثلا بدنا نلون بدنا أي شيء بسيط. يعني فالطفل عن جد بيكون مستمتع بحياته معنا. تماما. سترولا هون خلينا نحكي بنقطة أنواع الألعاب. دائما الأهل بيصيروا بيجيبوا البازل بيجيبوا الألعاب الغاز ألعاب الذكاء وبدك تعدي تركبي ويمكن الأم أصلا هي ما كتير رح تعرف تحلها لحتى تجيبها للأطفال. يعني فخلينا نحكي عن أنواع الألعاب يلي هي بتنمي الذكاء الفكري بتحسن السلوك وبتكون اشتراكية ومشتركة بين الأهل. هلأ أول شيء قلنا أنه اللعبة اللي بتكون مناسبة للفئة العمرية. يعني أنا بدي أخذها بعين الاعتبار. ثاني شيء الألعاب الجماعية. يعني أنا ما بنتهي مهمتي أبدا عن شراء اللعبة هون تبدأ مهمتي. فأنا مثلا البازل في أساسيات بدي أعطيها هون للطفل مثلا إنه الزاوية كيف بدي حطها قطعة البازل يلي هي على الطرف. هدول الأساسيات اللي أنا عم بركب البازل بدي أذكرهم. يعني مو ماما أنت بدك تحطها هي بالزاوية. شو يعني زاوية؟ هو ما بيعرف لسه كلمة زاوية. فأنا بدي أمسك القطعة ووضح أنا شو عم بعمل إنه عم بشترك بهي اللعبة لحتى هو بيلاحظ وبيصير بيقلدني. ففي عندنا طبعا الالعاب التركيبيه كثير مهمه وبتنمي كثير خيال الطفل. البازل كثير مهم ونضل عم نحكي على الالوان وعلى قد ايه عددهم وهدول القصص. تمام. يعني لانه نحن عم نلعب وعم نحكي. يعني نحن عم نلعب وعم نحاور الطفل. المعجون كثير مهم لانه بيقوي العضلات الصغرى وبعد شوي بيقدر يمسك القلم بسهولة.
الجمله. بدنا ننتبه انه ابدا الالعاب يلي فيها كثير اطراف وممكن تكون مؤذيه انه نحن بعمر معين. هدول الالعاب اللي نحن عم نلعب معهم فيهم على القاعد، في عندي الاربعه تربح مو دعايه للعبه بس هي فعلا كثير مسليه. لبعد شوي في عندي المزرعه والمونوبولي، هدول الالعاب اللي كلنا بنقعد سوا وبنلعب فيهم، هدول كثير شغلات مهمه. هلا بنجي بقى للالعاب اللي بدها تقوي العضلات الكبرى، عضلات رجلي وايدي للولد، فمثل البسكليت انا برايي اهم اختراع للطفل هو البسكليت، ولكل فئه عمريه لازم نكبر البسكليت نكبر اكثر. السياره ابدا مو السياره يلي على البطاريه والكنترول بيشتغل فيها، هدول ما فيها مهارات ابدا. السياره التركيبيه، الميكانو لعبه كثير مهمه، او اذا السياره اللي بده يركب فيها هي سياره بتكون منفرغه من الاسفل وهو يلي بده يمشيها. فهدول الالعاب فعلا. هلا مثلا الزحليطه على بساطتها مهمه كثير، بيطلع على الدرج الولد وبينزل، بتعطيه خبره كثير مهمه. ونفس الشيء المرجوحه. يعني كل الالعاب بالحقيقه الولد بيكبر من خلال الالعاب القديمه والالعاب البيسيكيه. الالعاب القديمه يعني هي احلى. تمام، اكيد اول شيء اي نوع من الاسلحه مضر جدا وبيعلم الطفل العنف. صحيح. يعني ممنوع دخول اي نوع من الاسلحه على البيت. ثاني شيء الالعاب راحت تركي صحة. الالعاب التركيبيه قلنا لا راحت الفكره. نعم نحكي قديش الالعاب القديمه هي كثير مهمه من الالعاب يعني الحديثة. كل شيء كمبيوتر واصله الالعاب اللي فيها كنترول ابدا ابدا ما بتعطي شيء. يعني هدول نتركهم اذا اجوا بعيد ميلاده ماشي الحال، بس احنا ما نشتريهم كمان أبداً. مكعبات باعمار مبكره، يعني لما الام بتلاقيها الالعاب اللي فيها مكعبات تشتغل مع الطفل كثير مهمه لانه فيها تشاركيه. طبعا طبعا المكعبات قلنا المكعبات من اهم الالعاب. طيب هلا بسبب تطور يمكن التكنولوجيا بتلاقي يعني ما فينا الا ما يدخل التاب والموبايل لحياة الطفل. لا فينا 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 بجزء بسيط، بس انا اللي بدي احكيه مثلا احيانا مثلا ممكن تحطي شيء تعليمي لابنك، يعني مثلا الالوان الارقام قديش فيني. هلا انا مثلا ممكن احضر مع بنتي واقرا معها، هي قد بتساعد ولا لا مش مفيده؟ انا برايي قبل 3 سنين حرام التاب او الموبايل او اي شيء من هدول ينمسك مع الطفل. هو غير تفاعلي. اذا حضرتك بدك تعطيها الالوان خليها تشوف الالوان تدركها بالطريقه. كل الناس اللي عم يتابعونا بتلاقي في جزء مخصص مثلا بيقول لك هالولد عنده نص ساعه باليوم. نص ساعة بعد 3 سنين ماشي الحال، بس قبل لا. التلفزيون ممكن شوية مثلا أفلام كرتون إنه الحلوة والمدروسة أغاني. واللي ما فيها عنف والأغاني، بس اللاب أو الموبايل الطفل بيتعلم تعلم غير تفاعلي وبيكون عم بيعبي ذاكرته. وأنا بهذا العمر الذاكرة درجة تانية المهمة عندي، المهم الأول هو المهارات. صحيح. والمحاكمة العقلية والإدراك. يعني الطفل بده يشوف الشغلة بده يدرك شو عم بيشوف، هذا الشيء ما بيصير غير بطريقه تفاعليه. نعم. ونحن فعلا قدام مشكله هلا، يعني كان يجي عدد كبير من الاطفال لحتى يجينا طفل متاخر بالنطق. هلا ظاهره التاخر النطق ارتفعت كثير، اكيد ما عندي نسب لحتى اقولها. هلا التأتأة بالحقيقه موضوع ثاني، بس التاخر النطق وسوء التواصل، ضعف التواصل كثير، لانه الولد عم بيتفرج قاعد بينط طول الوقت. بينط مثلا بيعمل رده فعل، يلي عم بيشوف التلفزيون او اللاب ما عنده ردة فعل، فهو بيتعود انه يشوف بدون ما يكون عنده ردة فعل. يعني موقف بخوف، موقف بيضحك، موقف ببكي، هو ما عنده ردة فعل لانه اوريدي شافهم، لانه شافهم انه اللي قدامه ما عم بيرد. هلا وقت بيجي مثلا ابنك بيعمل لك بقوسه بتنطي، بس هو نفس الشيء اذا عمل للتلفزيون ما في ردة فعل. فهذا الشيء عم بيخلي الطفل انه خلص يصير يعني ناتخ، انه ما عنده ردة فعل، ما بقى يقدر يتواصل مع العالم. وعن جد كثير عم نشوفها، يعني عندنا مشكله فيها هلا. هي الظاهره كثير منتشره. سترولا خلينا نحكي بمهارات اللعب ونعرف العالم اكثر. كثير في من الاطفال لما بتلعبي قاعدين عم نلعب مع اطفالنا اللي بيخسر فهون بيزعل بيتضايق بيبكي، ممنوع انه يخسر. كيف نحن بدنا نعلمه انه لا لازم تخسر لحتى تتعلم، لانه انا اذا خسرت انت بتربح واذا انت ربحت انا بخسر. هي الثقافه يمكن عند الاولاد وخاصه بعد موضه الايباد والموبايل صاروا كثير انه عم يعصبوا ويكسروا ويعملوا ردات فعل سيئه جدا. خلينا نحكي عن هي الثقافه كيف. هلا هي اهم شيء نقطه فيها انه نعرف نحن ما فينا او ما المفروض
نحمي الولد من انه يزعل، لانه الطفل لازم يختبر كل المهارات تماماً. يعني حتى اذا زعل وبكي فهي اضافه لإله، يعني مثل ما بيقولوا الضربه اللي ما بتقتل بتقوي، مزبوط ولا لا؟ فالطفل لا معلش ولو زعل هلا خسرت بترجع بتلعب. طب انا بوقف له اللعبه؟ لا اذا هو قرر انه يوقفها بوقف اللعبه، لانه لازم هو يتحمل نتائج قراره. يعني هلا هو بكي زعل، نحن بدنا نضل هادين وما بيصير نعصب، وبدنا نقول له يعني انت خسرت. هو اكتساب معرفه جديد مشان يتخزن عند الطفل. طبعا لا، وبده يعرف انه الحياه فيها ربح وخساره. يعني انا بدي اعرضه لمواقف. نحن هلا عم نربي الطفل بصيغه المجتمع المثالي، هو برا رح يطلع ما رح يجي مجتمع مثالي. يعني هو رح يلعب مسابقة بالمدرسة، ممكن يربح وممكن يخسر، معناتها لا بده يبكي وبده يبطل يدخل خوفا من الخسارة. فنحن لا، لازم نقنعه وننسحب من اللعبة ونرجع نلعب مرة ثانية. وإذا طلب مرة ثانية هي اللعبة نحن ننبهه على موضوع الخسارة والربح؟ لا ولا لا لا, لا لا لازم هو يكون أخذ خبرة من المرة الأولى منه لحاله. إنه نحن لا، هو عرف من المرة الأولى. الطفل كتير بيدرك عن جد، بس نحن نعيشه هالخبرات. يعني احنا وقت ما عم نعرضه لهي الخبرات كثير عم نفقده من هي المواقف. لهيك بنشوف في حالات يعني بتلاقي طفل مثلا قوي، طفل ضعيف الشخصيه، طفل لين كثير، طفل مدلع كثير، فهي كلها اساسا بتاثر على مداركه وحواسه. هي تربيه بالاخير، يعني كل شيء انت بتصبيه بالولد بتلاقيه بالمستقبل. بس يمكن نحن اليوم عم نعيش ظروف صعبه، يعني صح. قبل كنا ناخذ الولد على الحديقه بتلاقيه عم يستكشف صحيح. يلعب، بتلاقينا فينا نقدر بيبلع التراب عادي. هلا بتلاقي يعني الكورونا كثير اثرت، هلا عندنا جائحه كبيره على العالم، بتلاقي ولد يا حرام يمكن طول الوقت بالبيت كمان خايفه عليه صحيا. اذا بدك تاخذيه على مكان بدك تاخذيه على مكان معين، ما عاد في هي المساحه الكبيره. قديش فيني انا وازن كأم لما يعني البنت كتير او الولد؟ صعبه كثير صعبه، لانه يعني الاهالي حتى هن صار عندهم حالات اكتئاب. يعني المشكله انه انا صارت المشكله عامه صحيح. يعني الاب والام مكتئبين، هن ما عندهم قدره ليطولوا بالهم على الولد. فيعني نحن مارقين ظروف كثير صعبه، قدر الامكان الله يقوينا ونقدر نتحمل الموضوع ونقدر نواجهه. بس هو مانو بسيط، مانو بسيط. يعني ست اشهر وقت قعدوا الاولاد والاهل بالبيت كانت كثير صعبه، واجانا كثير اولاد. كيف فيني انا هيك الاقي بديل؟ يعني مثلا من خلال اللعب ممكن مثلا كمان فرغ بعض هي الطاقات، لانه بالاخير في طاقه تمام. الولد بده يفرغها، يا بتخليه يفرغها بطريقه سليمه يا بده يفرغها بطريقه مش صح. هلا في عنا العاب كثير بسيطه، يعني انا فيني اجيب سله الغسيل حطها باخر الغرفه وحط مثلا مجموعه العاب والعب العب مسابقه انا وابني انه مين اللي بده ينقل لهم الاغراض اول. الاب مثلا او الام واحد منهم هو اللي بيصفر ويلا بدكم تركضوا مين اللي ربح. عن جد بتعطي كثير فرح صحيح. يعني نحن بننبسط لانه الطفل مصدر طاقه. يعني الوقت كانوا يقولوا انه البيت اللي فيه طفل ما بينكسر الشر فيه، بيقل خناق فعلا، لانه مضطره تضبطي اعصابك لحتى تفرحي هذا الطفل. فبهالحاله ضبطتي اعصابك كسرتي الشر شوي. نعم سترولا، يعني موضوعنا كثير مهم، ولكن صحيح. خلينا نحكي ونركز اليوم. اذا اي طفل عنده مشكله نحن عم نهمل، عم نحاول نلاقي حلول لحالنا. اليوم وجود أخصائي نفسي للأطفال، وجود علاقة قوية بين المدرسة أو بين الروضة والأهل قديش مهم، وخاصة مثل ما ذكرتي حضرتك من شوي عم نعاني من النطق، في سوء بالنطق صحيح. جدا في مشاكل عم بتكون كثيرة نتيجة لظروف مرقنا فيها كلنا للأسف، وعم ينظلم هذا الجيل للأسف. يعني صحيح. كيف فينا نعوضه، وكيف فينا نحن نلجأ لناس اخصائيين يساعدونا؟ اخصائيين، يعني لو سمحتوا الجروبات تبع الامهات اللي عاملينها على الواتساب على الفيسبوك عن جد عم تكون مضره جدا. يعني ام هذيك المره عم تعطي توصيف لابنها واضح انه عنده سوء تواصل، خلص وليش عم بتكبري الموضوع وبكره بيحكي ولاحق يحكي الموضوع. فعلا هو بده يحكي الولد، بس وقت اللي بتروحي 3 4 سنين من عمره روحتي خبرات كثير مهمه، ما بقى تلحقي لبعدين انك تعوضيها. فلو سمحتوا انه هون لازم يكون في استشارة من اخصائي. يعني كتير موضوع بسيط، فلا تسمعي ولا تسمعي حتى من الكبار، مع احترامي للكبار وانا ذاتها.
كل اللي بيقول لك مدلله ابنك انت مانك حازمه ما بتعرفي هي دائما الاسقاط على الام بيعمل لها حاله نفسيه تمام يعني هي عم تضعف ثقتها بنفسها بس هي المفروض انه تقرا كثير والتصرفات تكون مدروسه تقرا يعني اشخاص موثوقين مو فيسبوك وسوشيال ميديا لا ما فيني يا امهات اعطوني من خبراتكم لا ما في اعطيني من خبراتك ما في حدا هلا مثل ما نحن اهلنا ربونا ما فينا نربي كثير اختلفت الظروف ما فيني اقول انه ماما ما عرفت تربي عرفت تتربي بس الظروف اللي ربت فيها كثير مختلفة عن هلا، فالمفروض يكون في ثقافة، في تثقيف، في قراءة، والمصادر مثل ما حضرتك قلتي مصادر موثوقة مفتوحة حتى مصادر موثوقة وخبرات، ونعرف انه هذا الشخص فعلا هو بهمه مصلحة الطفل، مو بس المهم الشهرة وما عيب الموضوع وما عيب انه نسأل أخصائي ابدا، نحن كلنا محتاجين هلا مساعدة من أخصائي عن جد بهالظروف تبع الكورونا كثير نحن محتاجين يمكن سترولا الحديث معك ممتع جدا موضوع كثير مهم لكل الامهات يعني تابعونا بس وقتنا خلص اكيد رح نتابع حديثنا في حلقات قادمه مع حضرتك نتشكرك على وجودك معنا شكرا كثير لك شكرا كثير لك سترولا بريمو نورتينا ونهارك حلو يا رب وشكرا للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها شكرا لكم اما هلا مشاهدينا فصار الوقت لحتى ننتقل الى غرفه الاخبار لنطلع على اهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتنا بشرى زيني صباح الخير يا بشرى صباح الخير ليا موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل السلام عليكم أدانت سوريا بأشد العبارات العدوان الأمريكي الجبان والموصوف على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية والذي يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحذرت من أنه سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة وزارة الخارجية والمغتربين قالت إن هذا العدوان يشكل مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب التي تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية في العالم إلى ذلك قالت وزارة الدفاع العراقية إنها فوجئت بالبيان الأمريكي حول دور التعاون الاستخباراتي مع العراق بشأن الاعتداء على بعض المواقع داخل سوريا وزارة الدفاع قالت إنها تستغرب ما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق بشأن الاعتداء موضحة أنها تنفي حصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع واشنطن استولت ميليشيا قسد على عدد من مراكز توزيع المواد العلفية المقننة التابعة لفرع المؤسسة العامة للأعلاف وقامت بسرقة ما تحتويه من مواد علفية مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف أوضح أن المراكز المستولى عليها هي الحسكة القامشلي عمودة والقحطانية وتحتوي كميات من خالة والشعير العلفي كان فرع الأعلاف خصصها لتوزيعها على مربي الثروة الحيوانية رجحت الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن يكون ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وأشار تقرير الاستخبارات الوطنية إلى أن بن سلمان اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته وترجح الاستخبارات الأمريكية أن عملية اغتيال خاشقجي من غير الممكن أن تجري دون موافقة ولي العهد ختام الموجز عودة إلى صباح نغير شكرا لك يا بشرى واكيد متابعينا بصباحنا لليوم وصلنا لغرتنا الاخيره واليوم للاطفال عندنا حيز كبير كثير يمكن وهن اساسا اجمل شيء بالحياه فلازم نعطيهم حصه كثير كبيره وصلنا اليوم لفقرتنا الطبيه بدنا نحكي عن الحساسيه عند الاطفال وخصوصا حساسيه الصدر اللي هي اكثر شيوعا كثير من الاطفال بيصابوا بنوبات حساسيه فصليه او ممكن يكون لها اثار طبيه اخرى رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع
الموضوع معنا الدكتوره رشا دغستاني اختصاص اطفال. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، يسعد صباحك اللي يعني حضرنا هلا. صباح الخير دكتوره رشا، اهلا وسهلا فيك. يعني دكتوره بالبدايه خلينا نعرف شو هي الحساسيه، يعني في تحسس ربيعي، في تحسس موسمي، في تحسس من نوع فواكه، في تحسس لا اعضاء الجسم، ولكن خلينا بالبدايه نتعرف شو يعني تحسس ومين بيشخص التحسس. هلا بالبدايه التحسس هو يعني نوع من رد الفعل الارتكاسي للجسم لعنصر طبيعي بالاساس، يعني عاده مثلا مثل العطور او حتى مثل ما ذكرتي الفواكه او اي شيء، هي عنصر طبيعي موجود يعني بالحياه، لكن المشكله بالجسم بانه هو بيترجم هذا الشيء على انه هو مثل عدو فلازم نحن نهاجمه، فبيبلش بقى الارتكاس وتطلع الاعراض هي تماما، بيصير رد فعل انه ليهاجم هذا العنصر، فبتظهر عنا بقى هي الاعراض اللي نحن بنعرفها. طبعا التحسس فيه كثير انواع من التحسس، في مثل ما قلتي التحسس الجلدي، في التحسس الانفي، في التحسس الصدري، في نوع من التحسس نحن ما بنعتبره تحسس قد ما هو تأق، يعني انه بيكون ارتكاس ارجي كثير كبير اللي بيظهر فيه الوزمات، يمكن تشوفوا اللي عاده مثلا بيتحسسوا من الفستو او الفريز كان يجي موزم حتى، هو هذا شوي احنا بنخاف منه، شوي بيكون خطير لانه احد اعراضه هي انه يعني ممكن التحسسيه مره واحده ولا تكراره يسمى حساسيه؟ طبعا تكراره يسمى حساسيه، لكن اول مره انه بيحس الشخص انه هو سبب ارتكاسه انه هو مثلا بيقول لك انا اكلت هذا الشيء، انا شميت ريحه هذا العطر بعدها صار معي هالشيء، انا كنت بمكان معين مثلا بمزرعه وشميت ريحه هذا الزهر وبعدها انا صارت نوبه التحسس، صرت عطس، صرت يعني اسعل، صار في عندي ارتكاس تحسسي. يمكن هي موضوع مختلف عند الاطفال لانه الام كثير بتعرف يعني بتتفاجئ بهذا الشيء، واكثر شيوعا هي الحساسيه الصدريه. خلينا نحكي عن الحساسيه الصدريه عند الاطفال لانه احيانا ممكن تكون لفتره معينه وبعد فتره ممكن بتخف. صح، هلا اشيع شيء مثل ما ذكرتي هي الحساسيه الصدريه، عاده بتظهر عند الاطفال بعمر السنه فما فوق، يعني اقل من هي الاعمار نادرا كثير ما حتى انه نشوفها. اللي ممكن انه الام تلاحظ انه ابنها عم يسعل وخاصه بالليل، يعني المميز بالسعال التحسسي انه هو بيكون ليلي او الصبح بكير وقت اللي هو بيكون فيه برد او بدها تبعته على المدرسه، بهذا الوقت اللي بتكون فيه اشيع شيء وقت ذروات نوبات السعال. كمان في ميزه ثانيه انه هو بيجي مثلا بدون حراره، بدون التهاب، يعني بتقول لك ابني ما عم يشكي شيء، مو مرتفع حرارته تماما، انه مو مثل اللي بيجي سعال ناتج مثلا لك عن قريب او التهاب قصبات اللي عاده بيكون ناتج يعني عن شيء التهابي فيروسي، لا هو انه بتقول لك ابني ما في شيء بس كل يوم بالليل لمده اسبوعين صار لي حتى شهر صار له عم يسعل كل يوم كل يوم بهذا الوقت. ممكن كمان تلاحظ انه يسعل بعد المجهود، يعني بعد ما يلعب يركض مع رفقاته اللي يعني عم يلعبوا، شفتي بالطابر الاطفال هون بتقول لك انه بلش يسعل بعد ما لعب، فهي بتخاف احيانا حتى ممكن تفكر انه هو لا سمح الله شيء من الافات القلبيه، انه ابني بعد ما بيقدر يلعب فورا بينقطع نفسه فورا بيسعل، هو لا هو مو هيك السبب، هو ممكن يكون سبب تحسسي. فهي الاعراض عاده اللي بتظهر يعني واشيع شيء عند الاطفال. هلا نحن الام دائما مثلا بتقلي انه مثلا هو ما تحسن، هو عم ترد تجين يعني تتكرر عنده، رغم انه مثلا نحن بلشنا ناخذ مضادات تحسس. نحن بهي الحاله بننبه الام انه هو مثلا السعال اسمه تحسسي، في شيء منبه تحرض عنده هي النوبه، نحن لازم انه نحن شو نتجنبها تماما، فنحن بس نتجنب شوي المحرض نقدر انه نحصل على نتائج افضل. وعادة يعني مثلا في شغلات انه بننصح فيها كمان انه لقاح الانفلونزا كمان انه عم يخفف كثير من اعراض نوبات التحسس، لانه احد مسبباته على فكره هي مثلا اللي هو نوبه انه جاء مثلا فيروس قريب وبلش عنده، ببلش معه بقريب وبتكمل معه شهر شهرين تحسسيه، يعني بيطيب من القريب اللي هو مثلا بنعرف نحن اسبوع مثلا بيرجع بيكمل معه، فهي احد مسبباته. مثل ما ذكرنا محرضات بالشيء لها علاقه بالبيئه، يعني مثل الغبار لها علاقه بالتبدل الطقس، يعني شفتي مثلا الصيف نبلش بالخريف او العكس، هلا مثل نحن شتاء ورحنا قلب على الربيع هلا بتشتد هجمات كثير التحسس بهذا الوقت.
يعني هلا شهر ثاني بتبلش بقى هجمات التحسس مع الزهر والربيع وكل شيء. فهدول احد المحرضات. نعم دكتوره رشا، يعني كنا عم نحكي من شوي او دائما بنحكي بهذا الموضوع اللي هو السوشيال ميديا، الجروبات الامهات اللي عاملينها اللي هن صاروا اكثر بروفيسوريه، صاروا على علاجات على علاجات على الاونلاين. كل حدا بيعطي نصيحه لحدا، وخاصه يمكن العلاجات العشبيه، العلاجات المنزليه، ممكن يعني ولو هذا ابنك عم تعملي عم تجربي فيه لابنك، يعني عم تردي على السوشيال ميديا. خلينا نحكي عن مخاطر التجربه، وخاصه اذا كان عنده تحسس، هذا التحسس بده دواء، ممكن العشبه هي تزيد له اياه، ممكن هي الخلطه هي تعمل فيدباك سيء للولد. تمام، هذا اللي بنحكيه دائما، انه مثلا انا دائما الشكوى ابني عم يسعل، بده انه على التليفون نحن نعطي العلاج مثل ما قلتي عن بعد، بالذات موضوع السعال لازم فيه فحص. طب هذا السعال انا شو بيعرفني انه على التليفون انه هو تحسسي مثلا؟ ما بدنا نفحص الطفل. لك تمام، ايه ما بدنا نفحص الطفل، احيانا ما بيكون تحسسي، احيانا بيكون بالعكس انه شيء اعمق من هيك، ممكن يكون التهاب قصبات، طب ممكن تكون معمقه اكثر لذات رئه، ممكن يكون هذا السعال ما له انه تحسس، ممكن هو ابنك ما لك مشخصه انه هو عنده ربو مثلا، بلش فات بشيء ثاني اللي هو الربو، ما له يعني ما عاد صفى سعال تحسسي، انه صارت الهجمات كثيره، اصغائيات اعمق، صرنا نسمع وزيز بصدره، هذا صار ربو، فصار بده معالجه مختلفه، فيعني ما عاد فينا انه نعالج كل حاله ذات الشيء. وكمان مثلا هي بتفكر انه هي اول مره اخذت هذا الدواء بترجع بتجيبه مره ثانيه من الصيدليه، ما هي كل حاله مختلفه عن الثانيه، بجوز هلا تماما بصير معه شيء بعد شوي، شيء مختلف، تطورت قلت شيء غير. تماما، فهي الفكره، يعني حتى تخيلي مريض الربو نحن بكل هجمه ممكن نعطي علاج مختلف عن الثاني، حسب الاصغائيات اللي بنسمعها بصدره للطفل، فيعني حسب الحاله حسب الحاجه. فنحن ضد هذا الشيء، لانه كمان مثل ما ذكرتي في كثير تضاربات بالادويه، بالذات صحيح. الربو يعني الطفل التحسسي او الربوي مع اي ادويه ثانيه، واشياء مثل ما بنعرف اللي هي المضادات الالتهاب غير الستيرويديه، اللي دائما الام بتركض مثلا لتخفض له حرارته، تعطيه بروفين، فولتيرين، ديكلون، هدول وهن يزيدوا عنا نوبة السعال، ويزيدوا التشنج القصبي عند الطفل، يكون مثلا علاجه بسيط يصير علاجه بالمشفى، او ممكن تخدره لشيء اني وبعد شوي تزيد الحاله. تمام، او مثلا طفل تحت السنه نحن ما عرفها، وحتى احيانا بعض الدراسات تقول انه تحت السنتين مضاد استطباب انه نحن نعطيه مسكن للسعال. نحن يعني بادويه السعال في عندنا بحر كثير كبير، في شيء له علاقه بالقصبات، في شيء يعني بيلعب باليات ثانيه، فانه مثلا بتروح هي لحالها بتشتري دواء انه ليسكن له السعال وهو تحت السنه هذا الطفل، نحن بالعكس مضاد استطباب انه نعطيه مسكن للسعال، احنا بالعكس بهذا العمر ليش ما انه ما بدنا نعطيه؟ لانه بدنا اياه يطلع اذا في شيء مفرزات بصدره، بدنا اياه يسعل ويطلعهم، احنا ما بدنا نسكن السعله، انا احيانا بكتب لها دواء الام بقول لها على فكره حتطلعين عندي حتزيد السعله ما حتخف. انه احنا بدنا اياه يطلع شو في عنده مفرزات بالعكس. فهي الفكره اللي مثل ما ذكرتيها، الخطا انه العلاج عن بعد او عن طريق لحالة او تشتغل عائلي او استشاره عائلي او تروح هي لحالها تجيب من الصيدليه مثلا، صحيح. هذا كله غلط. طيب خلينا نحكي عن جلسات الرزاز، ايمتى الواحد بيلجا لها؟ يعني عم نشوفها من خيارات تكون قريبه، يمكن هي اخر، ايمتى فيني انا اقول هيدا الطفل يحتاج لجلسه رزاز؟ هلا عاده الطفل اللي بنسمع فيه عنده باصغاء صدره تشنج قصبي وزيز، احيانا نحتاج انه نعطيه هذا الرزاز. تماما دكتوره رشا، هذا السمع قد ايه بده وقت لحتى نحن نعطيه رزاز؟ هلا يعني حسب حالة الطفل، هلا بيجي الطفل بنفحصه، نحن ممكن نقيمه اذا هو مثلا موضوعنا سعال تحسسي وما كان في اي اصغائيات صدريه، يعني كانت السعال مناجم عن اي شيء تشنج قصبي مجرد ارتكاسي، لانه احنا بنعرف التحسس مثلا بتزيد مفرزات البلعوم او الانف، فارتكاسيا لها بصير في سعال مثل تخريشي ما له ناجم عن الصدر، عرفتي كيف؟ ما له عميقه هي السعله، هذا ما له بيعازه بصراحه للارزاز، مجرد مضادات التحسس وبعض ادويه السعال انه يمشي حاله، لكن متى ما فتنا بتشنج قصبي صراحه
وإذا كان شديد والطفل أحيانا بيجي بحالات إسعافية، يعني بيكون في عنده زلة تنفسية، تسرع بالتنفس، زرقة، طحة، هاي الحالات فورا إنه إحنا تستدعي إنه نحن نعمل إرزاز صراحة. في إمهات بيخافوا، هو ما له علاقة لا بيعمل، بتقلي إنه بصير بيتعود إنه يصير كلمة شائعة تماما، كلمة شائعة بتخاف، لا 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 أبدا ما بيعمل أي إدمان، ونحن ما بنضطر له إلا للضرورة، يعني وقت اللي بيكون الطفل بحاجة لهذا الشيء نحن بنعطيه، يعني ما مو انه الشغله فيها اي مخاطر، يعني اكيد نحن بنخاف على الطفل، هو علاج طبي مثله مثل اي علاج اخر بس حسب الضروره، بالعكس حتى الطفل بعده بيرتاح يعني. تمام دكتوره رشا، العلاج الحساسيه عند الصغار وعند الكبار هو طويل الامد يعني وممل جدا، مزبوط. وبصير الصغير والكبير بده حل اسرع، بده شيء سرعه زائده. اليوم نحن صار في حالات انه وقف الحساسيه، صار فينا نوقف الدواء وبعد فتره ترجع الحساسيه، خلينا نحكي عن هذا الدواء اللي هو بصير في البني ادم عند التحسس. هلا عادة نحن في خطوط علاجية، يعني مثل مثلا مضادات التحسس في عنا أجيال وأنواع، فنحن عادة إنه بنعطي نمشي للمريض بخط معين، لاحظنا إنه الجسم نوع من تعود على هذا النوع من العلاج فنحن بنغير لنوع ثاني بنمط ثاني، وبنحاول ننبهه إنه نحن مثلا في بعض الأدوية أنا بكتبها صراحة وقائيا قبل ما تجي نوبة التحسس، يعني بقول له مثلا بتاخذ هلا الكورس العلاجي بتخلصي بتكملي شهر كامل وقائيا طول فترة الشتاء مثلا، او هلا مثلا جايه الدنيا عربيه من الا بتبلشي فيه لهذا الدواء حاليا قبل ما تبلش نوبه التحسس، عشان انه نحن نخفف من الارتكاز التحسسي عنده. بنحاول قدر الامكان انه له بهي الفتره انه ما يتعرض لتيارات الهواء، صار عندنا في انه ارتكاز على المكيف كثير انه ممكن يحرض عنا نوبه تحسس كثير فظيعه، فنحن بننبه عليها انه نحاول بهي قدر الامكان نعمل هذا الشيء. بالنسبه لانه ناكس هو ناكس، وممكن عند الاطفال يعني في شيء ايجابي انه ممكن اذا هو عند الاطفال على الخمس ست سنين ممكن يخف، لكن مو بالضروره، يعني ممكن انه ما يخف، ممكن يستمر معنا انه طول العمر، هو عنده بنيه تحسسيه وبالاساس بيلعب دور الوراثه، يعني هو المسبب الرئيسي اساسا للتحسس والامراض التحسسيه ولنكمل بالربو هو الوراثه، اذا كان في وراثه صعب بقى انه ننهي هذا الشيء، لكن قدر الامكان بنحاول نخفف من الهجمات ونخفف من الاعراض اللي بتظهر، يعني الاعراض المزعجه من التعطيس، السعال، الحكي، لانه احيانا حتى ما بتكون بس مجرد تحسس صدري، بتكون مع انفي، يعني بيكونوا مرتبطين احيانا بيجوا الاثنين سوا، وعيون تماما مع احتقان ملتحمه، يعني اللي بنسميها حمى القش، فانه بتفوت كلها سوا مع بعض، بيعاني المريض منها هالفتره صراحه. طيب دكتوره، هي الحساسيه ممكن تبقى مع الطفل ترافقه ولا ممكن عند عمر معين مثل ربو الاطفال؟ يعني نحن بنعرف ربو الاطفال بعد خمس سنين ممكن يخف، مظبوط، وممكن يخف. هلا نفس الشيء على خمس سنين كمان التحسس انه ممكن تخف هجماته وممكن تمتد تماما، بس يعني اجمالا بتخف عن اول، يعني اذا كانت يمرق عليه ثلاث او خمس هجمات بالسنه ممكن يتمر عليه هجمه واحده بالسنه، يعني هذا الفرق اللي ممكن احنا نلاحظه، وممكن ما عاد يشوف الا بالشيء بالنادر يعني، فبالمستقبل اي انه ممكن احنا انه تخف الحالات. نعم دكتوره رشا دغستاني، نحن كثير بدنا نتشكرك، وبدنا نرجع ننوه لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، حتى لو ظروفنا الاقتصاديه صعبه، حتى لو يمكن عم نعاني من قصص كثيره، ولكن دائما خلي مرجوعنا الى الطبيب حتى ولو عن الاتصال او مره بالشهر زياره للاطمئنان عن الاطفال، نبعد كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، لانه خبرات بعضنا هي تختلف وكل ولد له شيء شكل. شكرا كثير لك، يسعد لي صباحك يا دكتوره. يسعد صباحكم، بدي اشكرك دكتوره، وبنتمنى الصحه لجميع الناس ولجميع الاطفال. لهون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، حاولنا خلال ساعه وربع نقدم معلومه مفيده ممكن تتعرفوا عليها لاول مره وممكن تكونوا تعرفوها، وبالختام نوجه تحيتنا دائما لرجال الجيش العربي السوري وللرجال البيض اللي يمكن اليوم عم يفدونا بروحهم الى جانب رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم وين ما كنتم. امين، نهارك حلو يا نور، وانا كمان بدي اتمنى لكم نهار حلو، ويضل عنا اكيد ايمان انه ان شاء الله اللي جاي احسن واللي جاي احلى، تتحقق كل امانينا، انتبهوا على حالكم، باي 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 باي.